بالنسبه للمدرب الجديد السويسري سمعنا مش يكون غدوه في الصفاقس، كان تعطينا اخر الاخبار في الشيء هذا سلمان؟ غدوه ان شاء الله يوصل في الليل مدرب سويسري اسمه لان جيجر، مدرب وفاق ستيف سابقا، كان تحصل معه على ثنائي الموسم الفارط. ان شاء الله غدوه يوصل بالليل، باش كنا جلسه عمل اليوم الاثنين جلسه مطوله معه، اذا كان تم الاتفاق بالتربيه تم توقيع العقد. باش نقولوا نسبه 80% مش كون سي سي، نسبه 80 90% باش يكون في سي سي ان شاء الله. عايشك.